الكلام ده يبقى في نورمال. ده الجهاز اللي في المعدة وده الجهاز اللي في القسم 10 بس مفيش هواء عدى بعد كده اسمع طب الضابط بتاع الديولين الأفريسي يبقى عند الديولين أنا مصدق الدول كله كده لو تعرفوا طاقات الدول اللي بيبقى عندهم في الديولين الدول عنده كده وشعلاته من تحت بطاطه وقفته لو هي مطب الفريق اللي ماسكه الامعاء كلها تصدق اه معايا بس تحليل انما دي الهواء اللي في المعده موجود والهواء اللي في مش عارف الاسم 10 موجود بعد ما عداش هواء خالص في التحليل ده باب البابل بابل القاعدين يعني هم في كهرباء في القاعدين تيجي لك ايه دي؟ دي بتاعت اخر اشعه كنا شايفينها قبل ما ندخل في الامتحانات بس دي صوره على الريس ايوه في حاجه اسمها برود ليبس دي مع اللي هو الريس اللي انت لو عملت الاشعه يطلع الوايدنينج والكونتابيتي والفيرنج الريجولاري دي بتاعت الطب البابل اللي انت لسه شايفها في الامتحان ده دي بتاعت ايه؟ مش واضحه قوي هي كانت بتاعت برونك وروميه دي انا عرفت الاشعه دي باتشز كده بس مش واضحه قوي باتش عشان هي مش دي بتاعت Thank you.
لعيبه بيمس شويه لورا. تاني اشهر اورام عندنا في الاطفال مش الليمفوما ولا كده بعد الليمفوما هي البرين تيومر يعني سيتوبلاستوما والاستروسيتوما كلها بتيجي في حته السيرابيلا مره كده دي للاسف شائعه يعني. فبيجي دينا وحاجات زياده في الضغط جوه الدماغ وعلى فكره اول حاجه في الفوزيه انك تقلل الضغط شويه جوه الدماغ. في ناركوتيك انجن ان يكون الواد مناعته تعبانه وده فضل انفكشن وعامل زي جروس كبير كده. دي برضه زي ايه توف توف او يعني تو بس ايه بتاع كبيرين ابستراكشن. مين ده؟ دوت. طب لو جالك سؤال تو كونفيرم الدياجنوز تقول له ايه؟ بالباثولوجي دم انتراكرينيال هيموت. اه بيجي لو هو داون تقول لك شخصه ازاي؟ لو هو ريكتس طب جيت تو امبورتنت انفستيجيشن وهات مثلا عرفت الايرادات بيجي اسئله بسيطه يعني. طب لو جيب الاسئله دي ايه اللي يعمل بريكارد ريفيوجن ثلاث حاجات تعرف؟ ما هي تبع السؤال والله جاوب. ماشي لو مايوكارديتس او روماتيك او كذا فيها هي بتيجي دراي بريكارديتس يا اما يعني ويت بريكارديتس اللي هو بريكارد ريفيوجن هذا روماتيك لوحده ويت اكيد بس تشترك اكيد كان جلوميرينا فلاتس بتعمل جنراليز ديما بس نادر تجيب انا سالكا ان هي تجيب في السيرا الساكس زي في الطامور اللي هو بتاع القلب. انما لو انت عايز تقول وهو صح الاجابه صح الجنراليز ديما اللي فيها انا سالكا هتفتح حاجه ثانيه غير الفلاتس لان الفلاتس ما بتوصلش كده الفلاتس فيها مينيمال ديما الجنراليز ديما بدرجه ثانيه من فلور فيوجن وبتاع الفيوجن يعني انت عايز تقول مثلا حاجه زي المفروض الكتاب نادر برضه بس يعني ماشي ناسف ده واحد واخد خطة ولا حاجة ده دايما بيبقى برضه المنظر كده.
المسألة اللي فوق دي غالبا ايه يعني مشكلة في الترافيك. هتعمل الهيموجلوبين هيطلع عالي باي فيز وتعمل الانزيمز هتطلع عالي. طب افرض عملت الهيموجلوبين هي دي بتاعت البطاطس والله يعني لو بتاعت الهيموجلوبين بتبقى الصفرة مايله البرتقالي خالص لو بتاعي هي ابوستراكت بتبقى مايله خضرا زي الزيتون كده ولا حاجه وتش دي رايحه عالي. لكن افرض انا عملت الصفرة فطلع مثلا 8 سبعة ونص دايت ونص دايت والله انا مشخص الحالة انها بتدرس كده التانيك انت مع التشخيص ده ولا تغير دماغك لحاجة تانية. الصفرة لما معظمها الدايت بتاع تكسير وشفت ان هو جي 6 بي دي ديفيشنسي وده كان بقى التاكل من التكسير بس دي مش بتاع كندا الصفرة بتاعتها طبعا يعني بتاعتها بتاعتها التقارير اللي هي اللاب ريبورت عشان نخلص وليكن ممكن تبقى الاربع الجاي ان شاء الله هنأكد عليكم بس الثلاث عندي اجتماع في الجامعه غالبا ممكن مش فاكر يعني لسه هقول لكم لسه فاضل بس اللاب ريبورت لانها مهمه يعني تيجي برضه ايه